الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا. أما بعد، فيا عباد الله، في الحديث عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله تحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. قال ابن رجب رحمه الله في هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: وأن الفرج مع الكرب، يدل على أن العبد متعبد بالصبر في انتظار الفرج من عند الله عز وجل.